مساء الخير. الرئيس المكلف سعد الحريري في بعبدة لوضع الرئيس عون بجو استشاراته من تابع. قد تكون خطوات سعد الحريري الحكومية أسرع هذه المرة مما اعتاد عليه سابقاً، سرعة من تحديد الاستشارات غير الملزمة مباشرة وبعد يوم من تلك الملزمة، وبعدها زيارة إلى بعبدة لوضع رئيس الجمهورية في جو الاستشارات. ساعة استمر لقاء الرئيس عون والحريري، تكتمت مصادر بعبدة عن إعطاء أي تفاصيل حوله، مكتفية بالقول إن الجو إيجابي. تكتم تقول مصادر رفيعة للأو تي في إنه يحمل كل التفاصيل وتقرأ عبره معطيات كثيرة، والحريري بدوره اكتفى بإشاعة جو إيجابي. عاد جلسة طويلة مع فخامة الرئيس والجو إيجابي ومش هرد على أي سؤال تاني وشكرا. مصادر مطلعة على الملف الحكومي تراقب الجو بواقعية من دون تشييع إيجابية كاملة ولا تشاؤم كامل، مشيرة إلى أن الحريري يبدي مرونة كبيرة، فهو يريد المبادرة الفرنسية ويلتزم بها كبيان وزاري، كما أنه يبدو غير متمسك بحكومة 14 وزيرا، بل منفتحا على التفاوض حول حكومة من 20 أو 22 وزيرا تعطى فيها عقيبة لكل وزير، بالإضافة إلى ما أكده الحريري خصوصا خلال لقاء تكتل لبنان القوي أنه يريد تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. عند هذه النقطة تتوقف المصادر لتقول إن الحريري إذا أراد توجيه رسالة لباسيل من كلامه هذا، فجواب رئيس تكتل لبنان القوي كان أكثر من شاف وواف وواضح، نحن نوافق مسبقا على ما يقرره الرئيس عون. إذن الأجواء الإيجابية تأسست على لقاء الحريري باسيل في استشارات المجلس النيابي تضيف المصادر، والذي ساده ود وصراحة ورغبة في تأليف الحكومة، والأهم إعلان عن رغبة بوضع الرئيس عون بصورة نتيجة هذه الاستشارات، على عكس ما كان ممنوعا على أديب، ما أوحى ببوادر خروج سعد الحريري عن المسار الذي فرضه نادي رؤساء الحكومات السابقين على أديب، بالإضافة إلى تصريحه جهارا عن تغليب بمصلحة البلد إذا اقتضت التفاهم مع الكتل. كل العوامل الداخلية تضيف إليها المصادر المطلعة عامل خارجي مساعد، هو فرنسي بالدرجة الأولى وأمريكي خلفه، لا على تأييد سعد الحريري بشخصه، لكن تشجيعا على تأليف حكومة تبادر إلى الإصلاح والإنقاذ ومعالجة تداعيات انفجار مرفأ بيروت في 4 آب. وبالتالي تستبعد مصادر رفيعة للأو تي في أن يكون الحريري قد وضع مفتاح تكليفه في جيبه بانتظار نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك لاعتبارات داخلية وخارجية، مشددة على أن الرئيس عون ليس بوارد هذا الانتظار، بل هو مستعجل للتشكيل لكن من دون تهور، وهو ما يدعمه الغرب أيضا تقول المصادر. وهنا تفيد مصادر مطلعة على أجواء ثنائي أمل حزب الله الاتفاق كاملا بين الحريري وأي طرف، لكن هناك اتفاق شبه منجز بين الثنائي والحريري، وأن الأخير قد يذهب إلى الأخذ بالأسماء الوزارية المطروحة من الثنائي مباشرة، لا اختيار أسماء الوزراء الشيعة من لائحة يقدمها هذا الثنائي. وتلفت مصادر الثنائي أن كل الأطراف مستفيدة من التهدئة الداخلية، مشيرة إلى أن الأمور ماشية ومحلحلة، وأنها إذا استمرت على هذا المنوال فإننا قد نكون أمام تشكيلة أولية الخميس أو الجمعة المقبلين. ومساء صدر عن مكتب الإعلام برئاسة الجمهورية البيان الآتي: بثت وسائل إعلامية معلومات حول الاجتماع بين رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ورئيس الحكومة المكلف الرئيس سعد الحريري الذي انعقد اليوم. يهم مكتب الإعلام أن يؤكد أن الاجتماع كان مغلق بين الرئيسين ولم يصدر عن قصر بعبدة أي معلومات عنه، وبالتالي لا أساس من الصحة لما وزع من معلومات فاقتضى التوضيح. عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون تطرق عبر برنامج رح نبقى سوا إلى تسمية سعد الحريري وإمكان الإسراع في تشكيل الحكومة اللي انصاع قبل لأوامر خارجية بسبب ارتباطاته. أنتوا اليوم بتأمنوا له، بتتفائلوا إذا رجع تكلف؟ ما اللي انصاع مرة يعني ذكرتني لما بيقولوا النواب بالزمانات مضجوا على عريضة أنه هن تحت الضغط مددوا لأمير لحود، مضجوا على تمديد لأمير. يا حبيبي ما أنت إذا بفترة سابقة انصعت للضغط، كيف الشعب بيرجع يأمن فيك أنه مرة تانية ما ترجع تعمل ذلك الشيء؟ يا ريت ليكي معي لو مرقتها. تفضل. يا ريت انصاعوا. في مرة سمعوا بعتقد التمديد للرئيس الهراوي، عطى تصريح الرئيس حافظ الأسد يمكن جريدة الأهرام، تصريح صحفي. قام انصاعوا للتصريح، سمعوا بالتصريح أنه قال بده يمدد للياس الهراوي. قاموا مشوا بالتمديد بلا ما حدا يطلب منهم، بيأدي انه جاهم الخبر انه طلع تصريح للرئيس السوري بجريده الاهرام. مع الاسف شفتي هودي ليكي وين ذاكرتي. يعني كيف بدنا نأمن لسعد الحريري اليوم؟ رح اقول لك كيف اللبنانيه عم بسألك. بالذاكره اللبنانيه، ما يا ريت في ذاكره لبنانيه كانت تجي هودي عادت عملتهم ابطال ثوره الارز، ما هي من غير شر الثوره مش من هلا مبلشين، من ثوره الارز، وطلعنا نحن العملاء بوقتها.
هني صاروا حاملين راية الحرية والسيادة والاستقلال. جوابا حتى ما تخمنيني عم بهرب من السؤال، أنا هون هذا الواقع اللي قدامي مع الكلام اللي عم يطلقه الرئيس سعد الحريري اللي بدي أخذه بعين الاعتبار، بس اعتبري أنا بدي ضل نأذن ونأذن. وحتى قلنا له للرئيس سعد الحريري، التجارب الماضية علمتنا أنه نكون حذرين، وأنا هلأ عم أقولها على العلن، نحن حذرين. بس أنت شو عندك خيار بين شو وشو لحتى قلك أنا بدي أهرب من الحذر؟ بدي أخذ خيار كون أقل حذر منه. ما نحن جينا قدام واقع أجل الاستشارات فخامة الرئيس أسبوع كرمال هالموضوع لحتى يخلي القوى السياسية والقوى الشعبية تتحرك وتحاول تعمل شيء. طب ما عملوا شيء، شو بيعمل؟ اجت القوى السياسية وعديت لك إياها. نعم. اللي بيضلوا ينتقل. أنا اليوم كنت أسمع، هلأ ما بدي، عندي زميلين بحبون كثير ويمكن أهضم زميلين بالخطابات بالمجلس النيابي، اللي بيطلعوا بينتقدوا بيعارضوا، واللي بيبقى مش معجبهم شيء وبيحطوا نقاط على الحروف، كانوا من أول المجددين ولا مرة كلفوا الرئيس الحريري. نعم. هالمره كلفوه. طيب انه بالاخر امام هذا الواقع اجلس مع الشيخ لازم يفهمنا الراي العام، بس انه شو البديل؟ شو بنعمل البديل؟ ليك اقول لك شو مشكل بين فخامه الرئيس ودوله الرئيس الحريري وما بتعرف الحكومه، هي البديل افش غيره. نحن محطوطين اليوم امام هذا الواقع، او بدنا نلاقي التجاوب. نعم. والتعاطي المرن الجديد بحذر ونمشي خطوه خطوه يعني لنخلص بلدنا، يا بدنا نفتح مشكل يعني على امل ان تكون اذا الحل. انتبهي انتبهي، انا ما عم اقول نحن قلوا للمشكل ونحن كنا محضرين للمشكل. نعم. بس تغيرت الاجواء، ما في دريع على المشكل انا والثاني عم بيقول لك بوجهك، عم بيقول لك انا نادي ايدك تعال شوف. نعم. شو بدي اعمل؟ عم بحكي وانا خليني اقول بدي اختم بهاي. نحن كان قرارنا المواجهه وكنا رايحين على المواجهه وكان بده يبلش بالمواجهه فخامة الرئيس، وكنا من هلا ورايح ما بدنا نسكت، بس تغير معطى. نعم. منطول بالنا يمكن نرجع للمشكل، يمكن لا نروح لتعاون اكبر. المهم وين مصلحه البلد، اذا مصلحه البلد بتفرض هاي بنكون لها، واذا بتفرض هاي بنكون لها. كلام فادي سعد عبر الاو تي في ما قطع على خير، وزميله سيزار معلوف يرد باتصال مباشر خلاصته من تلميذ مدرسه لا عندك ولا عند غيرك، منتابع. بين فادي سعد وسيزار معلوف تصفية قلوب مباشرة عبر هواء الأو تي في. نائبا الجمهورية القوية تصدر اليوم عناوين مواقع التواصل بعد أطلالة صباحية تناول فيها أحدهما وهو النائب سعد خروج النائب جان طالوزان من الكتلة والتجاذبات التي قد تحصل عند اتخاذ القرارات، آتيا على ذكر موقف سياسي شارك فيه المعلوف وما قطع على خير. هلا بعد جان طالوزان قد ايش؟ 13. ليش فصل؟ وعنده 12. ما فصلني لا. ما فصل لا. مش مزبوط. بقول لك. ايه بس ما في كمان ما في واحد يكون بتكتل بس مشان يتصور معه وقت بيكون في قرارات مصيرية بيصوت على ذوقه. أي تكتل هذا بيكون؟ وقت الرئيس بري صوت له سيزار معلوف. نعم. بقول لك وقتها كنا بعدنا مبلشين. والرئيس بري كمان زيت الموضوع. أيوة أصلا ما مرق على خير عنا. بالنسبة لأنا ما مرق على خير، يعني ما منحب أبدا يتكرر هاللي صار. هذا الأمر دفع بسيزار معلوف إلى طلب حق الرد، وكان له ما أراد، وفي السياق استفسار وسجال خلاصته من تلميذ مدرسة لا عندك ولا عند غيرك. الزميل فادي بيقول أنه من أنا انفردت بقراري وصوت للأستاذ نبيه بري رئيس المجلس. ما مرقت هيك مرور الكرام، وكان في يعني ما كنت عم بحضر الحلقه بس حسب ما خبروني بتمنى التوضيح منه، يعني كيف يعني ما مرقت مرور الكرام او ما مرقت هيك القصه؟ بتمنى هيك توضيح لو سمحتي. تفضل التوضيح لنائب فادي سعد. قلت انه لم تمر مرور الكرام. كيفك سيزار؟ لا انا عم بقول ما يعني ما بيمرق، لكن ما بيمرق تفرد نايب بتكتل بقرار له علاقه بالمجموعه على قلبنا. انا كثير صريح ما بخبي، لما بيكون احنا مجموعه عم ناخذ قرارات ايه ما كثير بنحب انه نايب يتفرد برايه، مش معناتها انه انا خبريت فصل ومش فصل، مش هذا هو موضوعنا. انا بعتبر هو النايب ما بحس حاله بينتمي لمجموعه، هو اللي بقرر شو بده يعمل. بقى ايه بس هو النايب يا فادي. انا ما قلت ما بدي اعمل سجل، اكيد مش هو محل سيزار. نحن معروف انا وياك، انا هذا رايي يعني بموضوع ما حكيت عنك بالتحديد.
بتحكي عن حالك، ما بتحكي عني لو سمحت. ما حكيت عنك انا بالتحديد سيزار، لانه ماني تلميذ مدرسي انا، لا عندك ولا عندك. ما حكيت عنك بالتكتل. ما بعرف شو وصلوا لك اليوم، ما بعرف شو وصلوا لك، رجع راجع الحلقه لو بس سمحت. اكيد مش للسجل. ما بتحكي عن غيرك، انت عم تحكي اليوم بموضوع مختلف، انتخاب الرئيس بالريشاي، انتخاب رئيس الحكومه اليوم. اليوم الجو بين رئيس الحكومه والقوات هو بالسياسه في عندنا خلافات، انا التزمت بقرار التكتل، كان رايي يجي الاصيل مش الوكيل، لكن لما يكون في خلاف بالسياسه بين تيار المستقبل والقوات، بكون انا اكثر واحد قواتي على الطاوله. لما انتخبت الرئيس بري يا فادي، انت كنت باللقاء، انا عملت مداخله نص ساعه، والدكتور جعجع هو اللي قال 14 نائب ورقه بيضاء باستثناء النائب ايسر معروف بده يصوت للرئيس بري. ولاحقا غرد فادي سعد عبر حسابه عبر تويتر قائلا: منعا للالتباس نطمئن المصطادين بالماء العكر، انني وزميلي سيزار معلوف ملتزمان سقف التكتل، والاختلاف في وجهات النظر لا يعني الخلاف، وما حصل هو ممارسه ديمقراطيه تعكس حريه التعبير في تكتلنا، حبذا لو ان كل الكتل تحذو حذو تكتلنا. فاجابه المعلوف في بيان ان ما حصل بيني وبين زميلي النائب فادي سعد خلال مداخله تلفزيونيه لا يعد كونه مجرد توضيح لالتباس انتهى في لحظته. وأضاف في بيان أنه منعا للتضخيم والتأويل أن في صلب تكتل الجمهورية القوية، والموضوع أصبح من الماضي. فاصل منواصل بعد النشرة. أهلا بكم من جديد. ماذا في جديد حريق بنتاعل؟ ريمو خوري رئيس جمعية محمية بنتاعل أعطى كل التفاصيل ضمن نشرة الأخبار. الحمد لله الليلة عشية قدرنا أن نوقف كل الحرائق، بلشت مبارح بعد منتصف الليل ضلت لصبح، واللي بحقير أكثر أنه عودت الحرائق اليوم 5:30 بمنطقة بحديدات على جوانب المحمية بدون ما يكون أي معنى أي مبرر، فهالشيء بيطرح علامة استفهام، إضافة إلى العوامل الطبيعية تنكون كمان موضوعيين. نحن بوقت درجة الرطوبة كتير واطية، الحرارة عالية، الهواء على كل الاتجاهات، وبالتالي الريسك أو المخاطر عالية لانتشار حيلا حريق. ولكن اليوم كان في تغريدة للنائب سيمو أبي رميا حكي فيها انه صار في كذا حريق بهيدي الفتره بهيدي المنطقه وما صار في ولا اي توقيف، وهو متجه التنين لتقديم اخبار حول هذا الموضوع. هل في شكوك انه يكون في شيء مفتعل عم بيصير؟ خلينا كمان نرجع تحيه للنائب سيمو ابي رميا، يمكن هالشيء مطلوب كل مره بيصير في حريق بحي الله منطقه، لانه الحريق ما بيطلع من العدم، وعملية اللي كنا نخدها بالمدارس انه يابا في زازة واشعة الشمس اجت عليها وعملت الحريق، هيدي واحد على مليون، وبالتالي ما في حريق الا ما هو مفتعل، بمعنى يلي عم يعمل الحريق هو انسان، بغض النظر اذا كان عم يقصد شيء منيح ولا لا. خاصة بهالفترة نحن بهالفترة بيقطفوا الزيتون وبيشحلوا شجر، وفي كتير ناس بيحرقوا هالتشحيل، في صيادين بيعملوا نيران تيعملوا يجذبوا الطيور، وبالتالي مطلوب من الكل بهالفترة من السنة انه ما حدا يولع، ما حدا يعرض لا بيته ولا منطقته لحي الله شيء، وبالتالي مطلوب كمان من الكل انه كل مرة بيصير حريق نمشي بالتحقيق للآخر، ما نوصل بمطرح ويختفي وتختفي النتائج، اكيد مع فكره انه يتحقق بالموضوع، لانه اللي صار امبارح كانت كارثه على المنطقه، الله حمينا، ما وصل الحريق الا على واحد من مداخل المحميه، المحميه ما تاذت، ولكن اكثر من 100 ألف متر احترقوا كليا، في عنا بيت تضرر كليا، صاروا مشردين يلي قاطنين فيه، في عنا 7 بيوت الله نجاهم، يمكن العنايه واكيد العنايه الالهيه والسيده ومارس معان ومرميمه يلي حمين المنطقه هن اللي دخلوا، اكيد شكر كبير للدفاع المدني يلي اجى اكثر من 15 شاحنه، اهل المنطقه دخلوا، ونحن كمحميه كان عندنا برنامج غزينا فيه كل الكاميونات تبع الدفاع المدني، لانه عندنا خزان اساسي مع شبكه راي، ولكن خزان كان تحت المنطقه يلي احترقت. الجهود تبع المنطقه كلياتها افضت انه هالحريق توقف، ولكن بهالفتره اللي جايين عليها كمان في اشاره انه في ريسك كمان الحريق تزيد، خاصه انه ما راح تشتت الدنيا، وبالتالي نطلق صرخه من عندكم مش بس وقت مطرح اللي في محميات، حتى على البيوت او غيرها، نترجاكم ما حدا يحرق
وما حدا يعرض لا حياته ولا حياة الآخرين للخطر. في احتياطات معينة اخذينها لمنع تجدد الحريق؟ يعني ما التبريد قلنا صار بشكل كامل؟ نعم، امبارح عشية بلش 12:30، ما رحنا على بيوتنا إلا الساعة 6 الصبح، ولكن مثل ما قلت لك للاسف بعد 10 ساعات تجدد الحريق، وهلا اكيدين نحن انه انطفى. في حريق اخر كمان بيبعد عن المحميه تقريبا كيلومتر خط نار، هو بمنطقه على حدود تخوم بين حجوله وهبيل ومشمش. الدفاع المدني ضل عشيه يطفي فيه، نتامل انه ما يتجدد الحريق، ولكن طبعا انه بعد ما شتت الدنيا مطلوب من كل واحد منا يكون خفير. نحن كمحميه مجهزين خزان اكثر من 140 متر مكعب مع شبكه متكامله جاهزين، في عندنا مجموعه من المتدربين من الكشافه ومن خليه الازمه بالمنطقه جاهزه للتدخل، ولكن هذا الشيء كله يتساوى ما بكفي بحال الامور التأس والهواء السخن اللي ممكن يطلع والانحدارات بالمنطقه. هي كلها خلينا نقول اوبتيمال لايام الحريق، لدي يكون في عندنا حريق، وبالتالي مطلوب من الكل مره ثانيه انه نكون مسؤولين وما نعرض حياتنا ولا نفتعل النيران. بعد تعميم مصرف لبنان المتعلق بالمستلزمات الطبيه، ملاحظات للمستشفيات الخاصه ونقابه الصيادله. بعد صدور تعميم عن مصرف لبنان يفرض بموجبه على الشركات المستوردة للدواء سداد المبالغ المترتبة عليها لمصرف لبنان بالليرة اللبنانية نقدا، رأى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن البيان الصادر عن مصرف لبنان والذي يعلن الاتفاق مع جمعية المصارف على طريقة تسديد كلفة المستلزمات الطبية بالأوراق النقدية بالليرة اللبنانية إيجابي، ويؤكد أن صرخة المستشفيات ومستوردي المستلزمات الطبية قد وصلت، إلا أن لنقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون بعض الملاحظات ومنسوب التفاؤل ينخفض هنا. تعميم الصدر من مصرف لبنان يقول أنه هو مستعد أنه يأمن الأموال النقدية للمستشفيات، بس منه واضح في نقطتين. أول نقطة عم بيحكي أنه الأموال النقدية لتأمين المستلزمات الطبية، بس ما حكي عن الأدوية، إذا كمان الأدوية. النقطة الثانية ما حط آلية كيف المستشفى بتقدر تستحصل على الأموال النقدية. يعني نحن مش بإمكاننا أنه كل ما بدنا ندفع لمستورد نبعث موظف على البنك لحتى يجيب كمية الفاتورة بالنقدا ويدفعها للمستورد. هذا شيء منه عملي ومستحيل. وبالتالي يعني لازم توضيح الآلية كيف هل المستشفيات لازم تعمل. وكذلك صدر عن نقيب الصيادلة غسان الأمين بيان أكد أنه بما أن هذا القرار وضع على كاهل الصيدلي الذي يعاني ما يعانيه من مشاكل مادية واقتصادية وبات على قاب قوسين من الانهيار الشامل، فيه ملاحظات كذلك. بعد ما طلبنا من الصيدلي ممنوع يدفع تشيك إلا بده يدفع نقدي، صار مضطر يجمع كل المبيعات اليومية بالصيدلية، وهيدا حيعرضه لخطر كتير ولاعتداءات بسلاح وغير سلاح. اثنين، بالنسبة للمستودعات نفس الخبرية. تصوري المستودع بيوزع بلبنان كله، اذا بده يقعد يلم بكل المحافظات النقدي ويجيبهم على بيروت، يعني قديه بتتصوري هذا الموضوع خطر، وقديه بده يعرض الناس لخطر على حياتها، وبنفس الوقت قد يعني يزيد معدلات السرقة لما أنت بتحطي السيولة النقدية الكبيرة بإيد الأشخاص. كمان هذا موضوع يعني فيه إرباك كتير كبير وصعب التعامل معه. وكانت هناك دعوة إلى إعادة النظر بمضمون التعميم واستثناء القطاع الصحي منه حفاظا على ما تبقى من مقدرات هذا القطاع للاستمرار في ظل هذه الظروف الصعبة. بعد توالي الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية، ودعوا محلاتكم المفضلة بالعلامات التجارية العالمية. طوابير تندرج أمام أبواب العلامات التجارية بعد إعلان عدد من المتاجر العالمية عن إغلاق فروعها في لبنان بشكل كامل، تهافت المواطنون إلى المحلات لعلهم يشترون وللمرة الأخيرة ما يلزمهم من المحلات التي اعتادوا أن يشتروا منها منذ عام 2006، أي منذ ازدهار الفرانشايز في لبنان.
بينما من قرر الإقفال التام ومن انتظر للإقفال حتى نهاية العام ومن لجأ إلى تقليص فروعه إلى أقصى المستويات قطاع العلامات التجارية في مأزق. وهذه هي حال مجموعة الشايع التي تضم حوالي 25 علامة تجارية رائدة عالمياً. فينا نطلع بالنص السيء اللي هو انه الشايع عم بيترك البلد، بس النص المليان لا، انه خلى هو هي اعاده انتشار، في براندز حتطلع على برا وبراندز حتبقى. طبعا نحن الريتيل عم بيعاني من 2019 بمنحى انحداري كثير سريع. ناخذ مثلا قطاع الالبسه اللكجري، هو القطاعات المطاعم، هو القطاعات عم بتعاني مؤخرا باخر سنه من 6 اكتوبر لهلا بشكل متزايد، وطبعا عشان هيك عم بصير في ماركات عم تختفي من السوق. ينظر المستثمر الى عاملين اساسيين، المخاطر والعائدات. اذا كانت العائدات لا تغطي المخاطر التي يواجهها فهو يقرر الانسحاب من السوق، وفي لبنان المخاطر كثيره. المشكله الاساسيه انه ما في عندك ثبات سياسي او ثبات امني او ثبات اقتصادي لحتى الشركات يضلوا يستثمروا. اول شيء اكيد هو فقدان السوق، القدرة الشرائية للمواطنين اختفت، وبالتالي أكيد ما عادش مهتمين، لأنه هذا صار عليهم كوست، صار عليهم كلفة بدون ما يكون في مداخيل، وبيقدروا يرجع يفوتوا أصلا لاحقا بالسوق اللبناني إذا رجعت تتحسنت الأحوال. لكل علامة تجارية فروع في بيروت وفي كافة المناطق اللبنانية، وحتى بعضها يملك عدة فروع في المنطقة نفسها. هجرة العلامات التجارية التي تضم آلاف الموظفين والتي تحجز حصة الأسد في القطاع التجاري كارثة على الناتج المحلي الإجمالي، وعودتها إلى الأسواق قد تستغرق أشهرا وحتى سنين. ومع هذا التقرير نصل إلى ختام النشرة، شكرا لحسن متابعتكم، للمزيد تابعونا عبر فيسبوك وتويتر، إلى اللقاء.